ومن ارتفاع لجميع المؤشرات الأوروبية في أولى جلساتها لهذا الأسبوع، للحديث أكثر حول تحركات الأسواق العالمية تنضم إلينا نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب. أهلا بك. بداية، تابعنا الأسبوع الماضي قرارات البنوك المركزية من المركز الأوروبي وأيضا بنك إنجلترا، بالإضافة لقرار الفيدرالي الأمريكي. برأيك القرارات ورفع أسعار الفائدة بخمسين نقطة أساس، إلى أي مدى كان تأثيرها واضح على التعاملات بالنسبة للعملات كاليورو والباوند البريطاني في رأيك؟ مرحبا سالي. نعم، شهدنا ارتفاعات لليورو والباوند. الباوند قام بكسر مستويات 1.24، واليورو أيضا إلى مستويات 1.07. وهذه يعني كانت الباوند خصوصا كان مدعوما ببيانات اقتصادية كالناتج المحلي الإجمالي وبيانات الخدمات والتصنيع، يعني القطاع التصنيعي. ولكن اليورو كان مدعوما أكثر من تقلبات الدولار ومستوياته المنخفضة عند مستويات 104. فيعني من المرجح أن تستمر هذه اتجاهات السعودية بالنسبة إلى اليورو والباوند، وأيضا ولكن يعني نشهد الآن نوعا ما انخفاض أو تراجعات في الباوند عند مستويات 1.21 و22، وذلك يعني طبيعي لأن البنك رفع سعر الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس فقط وليس 75 مثل المرة الماضية، لذلك نرى بعضا ما شوية انخفاضات، ولكن ستستمر الارتفاعات مع انخفاض الدولار ومع بيانات اقتصادية إيجابية من إنجلترا. نعم نادية، يبدو أن أسواق الأسهم تعاني مع نهاية تعاملات هذا العام، كيف سيكون سيناريو الأحداث بالنسبة لأهم المؤشرات الأمريكية مثل الداو جونز والإس أم بي 500؟ نعم، الـ S&P 500 هو يعني منخفض حالياً يعني دون مستويات 4000، وأيضاً الداو جونز يرى مستويات منخفضة، وذلك يعني من الدوت بلوت التي أشارت إلى رفع أو المزيد من رفع معدلات الفائدة للعام المقبل، مما أثر على يعني اتجاهات الأسواق الأمريكية. وأيضاً لأن نحن في موسم الشتاء وجني الأرباح، يعني طبيعي جدا أن نشهد هذه مستويات الانخفاض، ولكن ممكن أن نرى السانتا كلوز رالي التي هي يعني قبل أو بعد actually بعد عطلة الكريسماس، نرى بافتتاح يعني السنة الجديدة اتجاهات سعودية، ولكنها ستكون لفترة قصيرة بسبب مخاوف الركود الاقتصاد العالمي التي نتوقعها للعام المقبل. نعم نادية، كان فيما يتعلق بأسواق الطاقة شهدنا خلال الأسبوع الماضي تحركات متباينة على أسعار النفط، برأيك كيف ستستمر تحركات أسواق النفط خلال من هنا إلى نهاية هذا العام في نظرتك للمستقبل أيضا بالنسبة لتحركات أسعار النفط؟ نعم، أسعار النفط يعني نتوقع أن تصعد بشكل طفيف أيضا، وهي كانت مدعومة بسبب يعني تصريحات أوبك بلس أو وأيضا العقوبات على النفط الروسي، فكل هذه العوامل كانت تدعم أسعار النفط، ولكنه بعض الشيء شفنا كوركشن أو تصحيح، وحاليا نرى أن برنت يتداول عند ال 77 دولار، وممكن أن نشهده عند مستويات ال 80 وأباف أو يعني أعلى من 80 دولار، وكمان WTI نشهده حاليا يتداول عند ال 74، وأيضا ممكن أن نشهده يعني عند ال 78 وال 79 في الأسبوعين القادمين، حيث كمان سنشهد اضطرابات في أسواق الأسهم. ويعني دائما أو بالأغلب نشهد نوعا ما صعود في أسواق السلع عند انخفاض هذه مؤشرات الأسهم.
نعم، ونحن نشكرك نادية البلاسي وأنت محللة الأسواق في إيكويتي جروب.